بعد ما تعرفنا على كيفية إنشاء عدة مشاهد دارشتلونج لمساقط المخططات الخاصة بالمبنى الواحد من خلال أرشيكاد، اليوم حنشوف كيف إني ممكن أحضر المساقط وأغلب المخططات للطباعة. بالأكيد في أرشيكاد ما حأستخدم نظام الطباعة الموجود مثلا في الأوتوكاد 2D، كيف إن احنا كنا مثلا نحدد أو ناخد أكثر من كوبي للمخططات ونوزعها على لاي أوت أو على مخططات A0 أو A1 وبعدين نحدد كل واحد طباعها. لا، في أرشيكاد كل العملية منسقة كمان بالجزء الأيمن من النافيجاتور. ما حكينا هذا الجزء عندي هو النافيجاتور، في عندي أول شيء بروجكت مابي أو شنت مابي، وبعدين بيجي اللاي أوت لاي أوت بوخ. أنا بعد ما جهزت مخططاتي المختلفة الدارشتلونج المختلف حسب من المرحلة اللي شغال فيها، يمكن احنا نكون شغال بس بالمرحلة الأولى بمرحلة الباو انتراك بس، بس ما بلش بالأوس فورنج. بس مع هيك دايما الاستركتور أو تنظيم عملية الملف الخاص بالمشروع مهمة جدا. فبعد مثلا عندي نشوف انه استخدم مثلا مخططات المشتند، حاول اضيفهم على لاي اوت مخططات للطباعة بعدين. فلو دخلت للخيار الثالث من النافيجاتور لاي اوت بوخ، هشوف عطاني خيار اذا سكرتهم كلهم عندي البايشبيل هو اسم المشروع، وفي مجلدات وفي بعدين ماستر. في المجلدات هي عبارة عن كمان عملية تنسيق للاي اوت اللي انا ممكن اطبعهم، هون منسقين كمان اسم بايشبيل امثلة باو انتراج او سفورونج وليستن. دخلت على اول خيار باو انتراج، بشوف انه في عندي مخطط مرسوم في اس اينز، وفي هو مكتوب انه كنا بايشبيل ماستر لاي اوت، وفي اللاي اوت بلانك اوب جاهز. هذا الشيء كله ما بحسن اختاره موجود باللون الاحمر لكنه جاهز عندي. بشوف الثاني الاوس فلونج بلانونج فيه مخطط اكبر انول مشابه للبلانك اوب موجود بالباو انتراك. في عندي كمان لستن مخطط اصغر حجم اتوقع افير، شوفوا افير فعلا. في كمان بلانك اوف تحت موجود اللي يعني ممكن كل شيء. طب كيف انا ممكن انشئ هالمخططات؟ هي كلها بتعتمد على الماستر لاي اوت. نشوف في عندي ماستر وفي عندي لاي اوت، فخلينا نبلش نعمل مجلد خاص فينا. نشوف نفس الخيارات الموجوده بالاوشن تب مشابه عليها، في كمان عندي نويا انتر جروبه، ممكن اضغط يمين نويا انتر جروبه اشترن، فحيعطيني خيار اني ايش اسميه الانتر جروب، مسميها مثلا كمان تيست. والمدة حابب يكون الاي دي اوتوماتيك، ممكن يعطي اي دي للرسومات اللي فيها، ما عندي اي مشكلة خلي الخيارات مثل ما هي. انشأ لي مجلد اسمه تيست، اعطاني تقييم الراب انه عندي 1 2 3 و4، فالخيار تبع الجنرال على اونشتيرنج هي الاوتوماتيك وصار افير. ممكن اعمل ايجن نامي واسميه مثلا 1 غير 1، ممكن واحد يغير او تحط 0 بدون اي ترقيم. كلها بتعتمد على الاشتراكت الستركتور الخاص بالمشروع كيف انا ممكن انظمه. طيب عملت انا المجلد عندي، هضيف فيه لاي اوت، في الخيار كمان موجود نويس لاي اوت، هي عبارة عن انشتولنج، ارجع انشتولنج بس هون عندي النويس لاي اوت، او بضغط باليمين نويس لاي اوت، فهون هيعطيني خيارات انشاء لاي اوت. في نفس الشيء عندي خيار انه يكون الاي دي اوتوماتيك، وعندي الاسم اللاي اوت نامي بسميها هاي كونت خلصت. هون عندي بعدين بيجيني خيار الماستر لاي اوت، في الماستر لاي اوت هم نفسهم موجودين عندي في الماستر لاي اوت، هون منهم بتحدد حجم الصفحة وحجم المخطط. اذا خليت على ات سواي كوير فورمات ارشترم، انشأ لي لاي اوت الاي دي صار اوتوماتيك 011، وانا سميتها جرونتسي. بلاحظ ان وين اجت المعلومات هي كلها، هي كلها موجوده في الماستر لاي اوت ات سبايك فير فورمات. اذا رحت لات سبايك فير فورمات هشوف هي هي نفسهم موجودين باللاي اوت. فاذا مسحت مثلا هذا البايش بين ما بدي اشوفه انا مثل ديليت، رجعت اللاي اوت بشوف اختفى من هون. فانا بهالحاله دايما عندي ماستر لاي اوت معينين بستخدمهم اكثر من مره لرسوماتي، بجهز فيهم الكليشيه البلانك اوب وبعدين بضيفهم على اللاي اوت الصحيحة. فممكن اعدل اي شيء في اللاي اوت. هون عندي بشوف انه في دايما بالهاشتاج بروجكت نايم جرونشتوك اوفتراك جيبر ارشيتكت
في الماي لاي اوت نعمة، حتى هي كلها بتجي بشكل اوتوماتيكي لللاي اوت. انا تغيرت مثلا الاسم رون ستيفان، شوف كيف تغير باللاي اوت بشكل مباشر. يعني حتى اعطيك انه السهم الشمال غيرته بالمشروع اللي هو بالعاده بالاوبشن، والنورد اينشتلون او وين موجوده ممكن واحد بالانفو يتغير، حتغير نفس الشيء هون اعطيك انه بالبروجكت انفو حيتغير. اذا حطيت معلومات للمشروع بروجكت انفو، حطيت مثلا اسم الاركيتكت اي دي ولا غيره واسم الفيرما او الرول، حيغيرهم بشكل مباشر هون موجود. مثلا قلنا على بروجكت نمبر 001 تغير ل 001، بروجكت نيم حيجي بشكل مباشر. فهي الماستر لاي اوت تساعدني كتير اني اسهل عملية انشاء المخططات بشكل كبير. انا عندي كثير من الرسومات وعوزاها على عدة مخططات اينس انول، فما بحتاج كل مرة ارجع اعمل نسخ للمعلومات واضيفها. المعلومات عندي كلها بشكل بارامتري مربوطة بالانفو الخاصة بالمشروع، سواء من سهم شمال من معلومات المعماري والمالك وغيرها، حتى انه الرسامين رسموا الداتم كله ممكن واحد يستخدم المعلومات الموجودة. في كمان حتى الاندكس، لما تغير الاندكس بالاوثور والبلانونج، في بعض الناس بحبوا يضيفوها بشكل يدوي، لكن هي حتى ممكن واحد يستخدم البلانش تاند، ممكن واحد تكون اوتوماتيك ويضيف عليه. غير هيك من المعلومات، يعني حتى الفولدر الخاص باللاي اوت هو نفسه جاي كمان في الرسم. فلما الواحد بالعادة هي كل شركة بيكون عندها بلانك اب خاص فيها ومجهزته من الأول، لما واحد هيشتغل في الشركة هيشوف كيف ممكن واحد يرجع يعدل عليه بشكل مباشر. فهنجي رجعت على اللاي اوت، شوف ممكن بشكل سريع استخدم أكثر من ماستر لاي اوت وأجرب بينهم. شوف إن حتى في لاير عندي لاي اوت فاضي، لاير اينس انول إلى غيره، كل المعلومات موجودة. إذا حبيت أنشئ ماستر لاي اوت جديد، ممكن أدخل ماستر اعمل نويس ماستر سمي تيست، نخليه بحجم هذا غاي، هذا عندي كبير فورمات مع هامش 15 ملم. بشكل سريع ارشتلن انشأ لي اياه، انا عملت هامش كبير شوي ممكن اخليه بالعادة 5، غير الهامش ممكن اضيف تكست بسميه تيست لاي اوت. هون عندي الاوتو تكست، هي كل اللي شفنا المعلومات اللي بتجي بشكل اوتوماتيكي من البروجكت نامي والبروجكت اي دي وغيرها، او السيستم الداتا الداتوم وغيرها مليار، كلها ممكن تنضاف بشكل اوتوماتيكي. ضفت الداتوم، شوف اضاف لي تاريخ اليوم بشكل مباشر. لانك او كورتس كمان كلها بتغير بشكل سريع، او ممكن واحد يضيف معلومات عن اسم المشروع اسم المالك وغيرها من المعلومات، كلها ممكن تصير بشكل اوتوماتيكي. وهي الحالة رجعت على اللاي اوت اللي عندي، ضفت التست، نضاف هذا بشكل مباشر. وهيك انا ممكن بعدين اضيف عليه الرسومات. طيب انا هرجع ل خلينا نخليها ادس واي لاير او ومان شوية معلومات ادس واي مع البلانك اوف العادي. كيف حضيف انا الرسومات اللي عندي على اللاي اوت؟ انا عندي مثلا جروب رسم، ممكن اخليها اوتوماتيك، واضيف مثلا لاي اوت ثاني سميها شنتن. صار عندي 2 لاي اوت، جون رسم وشنتن، والترقيم طبعا اوتوماتيكي والاسم. فهيك هرجع لل او شنت ما بي، واخد الجون رسم مثلا ايرت كيشوس اسحبه واضيفه على اللاي اوت. شوف كحجم انا عندي دايما حاجين الماش تاب صحيح واحد على 200 من الاوشن بار، هو ضاف المخطط على شكل رسومات نفس الموجود بالاوشن بابا. اذا فتحته نفسها مثل ما هي حيجيني على المخطط. انا فتحت الارست وبرجشوس، بشوف ان الحجم الماش تاب واحد على 200 صغير جدا بالنسبه لللاي اوت. ممكن مثلا نستخدم نرجع اللاي اوت نضيف هاد غاي لير، نخليها حاليا بشكل فاضي، اضيف عندي الارت كيشوس، اضيف الاور كيشوس، ممكن ارتبهم حسب انا كيف حابب اعملهم موف. هنشوف كيف بعدين كيف ممكن اتعلم عن التحكم بالرسومات وغيرها، ممكن بالشنتة
هرجع اخلي ادغي الديتايل او اسمي ادغي لير، ارجع اضيف مثلا المقاطع، جرد سحب ودرج. اذا انا مثلا عندي لاي اوت ثاني او حابب اضيف رسومات تانية تبعات الباو انتراك، سواء في اللاي اوت نفسه او في لاي اوت جديد، ممكن واحد عبارة عن سحب نفس العملية، ضاف الباو انتراك او ضاف الرسوم الخاص بالباو انتراك على اللاي اوت. هاي العملية بكل سهولة. واشوف المعلومات عندي، هون عندي ماش تاب 1/100 فعلا، وعندي 1/200، وشوف حتى التكست حجمه 1، لأن الأرشيكاد التكست بيعمل سكيل بشكل أوتوماتيكي بيناسب الماش تاب. ممكن واحد يحرك مقدار الرؤية للبونتس أو اللاي أوت داخل، أو لاستعراض اللاي أوت داخل البونتس. طب ايش في عندي خيار؟ انا هي عندي نضاف مسميه نحن سايشنونج للاي اوت، ومنه الخيارات اللي فيه الحجم، مقياس الرسم. انا عندي دايما مقياس الرسم هو بعبر عن هون كده غيرته حيعبر عن السكيل. اذا خليته 1/100 حيكبر كل شيء بمقدار 200%. بشوف حتى التكست صار كبير جدا، ما مثل لما استخدم انا مقياس رسم من الاساس 1/100. لهيك دايما يفضل يكون مقياس الرسم الأوشت مابي صحيح، وبعدين بضيفه بقدر 100% حتى يجيني التكست حجمه مناسب للماش تاب ولمقياس الرسم. غيرها من الخيارات، أنا ممكن أضيف مثلا إطار للرسم، ممكن أغير في التيتل. التيتل حتعطيني خيارات إني أسمي المخطط وأعطيه اسم. إذا ضفت التيتل حيشوف كيف ضاف عني مثلا ماش تاب 1/200 إرتو ويجيشوس اسم المخطط. إذا حركته راح أشوف التيتل موجودة. في الأخير رامن تيتل في لينير سايشنونج اسم المخطط إيرست وباجيشوس 1/200. في كتير خيارات كمان لكيف إني أستعرض المخططات بطرق معينة، بدل ما إني أضيف تكست وأضيف عليها خليها بشكل أوتوماتيكي. كمان بلاحظ إن أرشيكاد دايما بيحاول يسهل علينا عملية توزيع المخططات وكيف إني ممكن أرتبهم. هي بكل بساطة. طبعا دايما مهم كمان يضيف مجلدات، حتى ممكن اسمي مجلد داخل مجلد ثاني، وعندي ايضا انظم بياناتي ومخططاتي داخل الارشيكاد، ويكون عندي كمان منظم الماستر لاي اوت وكيف اللي هي اللاي اوت اللي انا هستخدمها في رسوماتي بحيث تتناسب مع مقياس الرسم، مع نوع المخططات، تكون حتى بالغالب تكون الشركة في عندهم ستاندرد معين شغالين عليه ومستخدموه في كل مخططاتهم. هذا كان اليوم درسنا، إن شاء الله يكون عجبكم، وبتمنى تشاركوا الدروس مع أغلب أصدقائكم اللي أنتم تشوفوا أنهم حابين يتعلموا برنامج أرشيكاد وبيم موجودين فيه خاصة في ألمانيا. أشوفكم في الدرس القادم، حنشوف كيف أني ممكن أصدر اللاي أوتس اللي عندي وأبدأ أحفظهم كبي دي إف أو حتى كملفات أوتوكاد دي بي جي. أشوفكم في الدرس القادم.